أبو فيصل، نحن متواجدين اليوم في بيتك في هالليالي المباركة وفي أجواء العيد، بنحب نقول لك كل عام وأنت بخير. شو عندك كلمة بتوجهها لأهل البلد؟ تحياتي لدالة الكرمل أجمعين، وكل عام وهن بخير. صار مأساة يعني بالنسبة إلنا، المزبوط أثر يعني على العيد، وأثر على الحلبية بصورة عامة، وأثر على جميع البلد. شو بدي أقول لك، يعني كان تأثير مهم كبير لدار نصر الدين، لدار حسون. أنا بعتبر الدالية عائلة واحدة، يعني أنا مفرقش بين عائلة وبين عائلة، كل بالنسبة لنا عائلة واحدة. نتمنى لها التوفيق ولجميع بني معروف، هاي درجة أولى. وبحيي جميع الطوائف الإسلامية وين يعني وين ما كانوا، بهمني كل عام وهن بخير إن شاء الله. بنعاد على الجميع ومية مرحبا في حضراتكم. وانت بخير، بارك الله في أمتكم الشهيرة. والله الظروف طبعا مش مناسبة بالنسبة لدالة الكرمل، جماعة مصابين اثنين او ثلاثة حسب ما سمعت، وتأثرت كثير، يعني كثير كثير تأثرت. واحد منهم مصاب كمان اصابة ثانية، يعني اصابة اولى راح خيه واصابة ثانية كمان راح هو. يعني اسف على الشباب، يعني انا بتأسف على الشباب وشو ما كان اعمارهم. يعني جماعة الكبار طلع الموت حق، ما فيش حكش كلام، بس مش على الشباب الصغار. الشباب الصغار يعني انا بتأسف كتير كتير. بيت عتابة بتاخذوا لحضراتكم 100%، بدي اعطيكم دل واحد اثنين. حاضرين انتو؟ ايه حاضرين طبعا. آه يا با 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 يا 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 وبحي البلد وبحي اللي بنوها، ويا مثل البحر عم تهضر بنوها. هي 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 يا هي 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 ولولا هالعنب ما كان خمر المسيح بينشراه. يا 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 باهي يا باهي يا باهي يا 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 بعد واحد مفصل. آه يا باهي يا 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 البعايد يا دمع عيني بعيد بعيد يا دمع عيني بعيد. وجا العيد وجا العيد ان شاء الله بنعاد عليكم بعيد. آه بعيد يا دمع عيني بعيد، وجا العيد عام بدعايد. لقيت أهل البلد عائلة واحدة، هالبعايد بعايد على كل البلاد. هي 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 يا 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 هي 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 هي. كل عام وانتم بخير حق الجماعة. كل عام وانتم بخير أبو فيصل. وبني معروف أنا بحييهم وين ما كانوا، في جبل العرب، جبل الأشم، في لبنان، في 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 كل اقطار العالم وين ما كانوا. تحياتي لحضراتكم وان شاء الله بنعاد عليكم زمان طويل. احنا وياك ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. يلا اول شيء كل عام وانتم بالف خير، نعيد على جميع اهالي دالة الكرمل، نقول لهم ان شاء الله بنعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات. وفي هاي اللحظات الانسان مش لازم ينسى المصائب اللي حلت على عائلات معينه، بنشاركهم في
أطراحهم كمان، ومنقول للجميع إن شاء الله بينعاد على الجميع بألف خير، وبتكون آخر المصائب وما حدا يشوف إلا الخير والسعادة إن شاء الله. اسم محل متحد حسون، من هني أهل البلد وكل عام وانتم بخير، إن شاء الله بينعاد على الجميع 100 عيد يا رب. باسمي وباسم محلات زياد شاهين في المركز وفي الحارة الغربية، منقول كل عام وأنتم بألف خير لجميع أهالي دلة الكرمل. بمناسبة عيد الأضحى باسم محل وفاء منعيد الجميع وكل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. باسم بالمطور يا شفيق، بنتمنى للجميع عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله بينعاد عليكم. في اسم محل دلتا بعيد على الجميع بقول لكم كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم. بمناسبه عيد الاضحى المبارك بتقدم لجميع ابناء عائلتي اللي هم اهل بلدي الكرام عسفي ودلة الكرمل بعيدهم، وبقول لهم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب تكون سنه خير علينا وعليكم، وبنشوفكم بس في المناسبات الطيبه والافراح. وفي هاي المناسبة بقول لكم إن شاء الله تشوفوا جميع الأفراح في حياتكم، وإن شاء الله سنة 2012 بتعم عليكم في الفرحة والسلام، واللي بقدر أقول لكم إياه هذا الموجود، وإن شاء الله بنشوفكم جميعا عنا في الأشياء الجديدة اللي رايحين تشوفوها عنا في العيد، وكل عام وانتم بألف خير. أول إشي ينعاد على الجميع، نتأمل إنه يكون عيد موفق للجميع، وكل عام وانتم بألف خير وسنة سالمة للجميع. العيد طبعا بطبيعته له طابع ديني، له طابع روحاني، ونتأمل من الجميع انه طبعا نحافظ على الهدوء وعلى الحياة السعيدة للجميع، وان شاء الله بينعاد على الجميع كل عام وانتم بألف خير. باسمي وباسم اخي المحامي باسم كمال، نتقدم لأبناء هذا البلد العامر إخوتي وأخواتي في دالة الكرمل بتحية عيد سعيد ومبارك يعود علينا وللجميع بالمحبة والسلام والوئام والإخوة، ولنعرف جميعا أننا بلد واحد إخوة، وما يميزنا التضاعد والتكاتل والتماسك ومبدأ حفظ الإخوان. وفي هذه الأيام المباركة نبتهل لله عز وجل أن يعطي جميع أبناء هذا البلد العامر وإخواننا الدروز وجميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك في هذه البلاد في دولة إسرائيل بتحية كل عام وأنتم بخير، وفقكم الله في الصحة والعافية، ولنبتهل بعد مرة للمحبة والمساعدة ومد اليد العون للمحتاجين، وليعم السلام جميع المنطقة والخير واليمن على أبناء هذه القرية، أبناء هذه البلد العزيزة والغالية علينا دالة الكرمل، وكل عام وأنتم بألف خير. أول شيء باسم فرج حسون واستوديو فرج حسون بقول لكم كل عام بخير، إن شاء الله كل عيد يجي علينا بالهدات البال لأهل الدالة ولكل الطائفة الدرزية، وكل عام بخير وأهلا وسهلا فيكم في استوديو فرج حسون.